الورقة لما أشكر سيدنا النبي أقول صاد. لازم أكتب صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين الإمام البخاري، لكن معظمنا أو الكثير منا، وأنا واحد منهم، ما يعرفش مين أستاذ الإمام البخاري. مين أستاذ الإمام البخاري؟ مين أستاذه؟ أستاذه أبو زرعة الرازي، هو اللي علمه، هو اللي علم الحديث. لكن من حق التلميذ أن يتفوق. سيدنا أبو زرعة الرازي يرى في المنام من أحد الصحابة، شافه بيصلي بالملائكة إماما، فسئل: يا سيدنا أنت بتصلي بالملائكة إمام؟ أنت بتصلي بالملائكة إمام؟ شفناك كده، ممكن تقول لنا إيه الحكاية؟ قال: لأني كتبت بيدي هذه ألف ألف حديث، مليون ألف ألف حديث عن رسول الله، ما ذكرت اسم محمد بلقبه أو باسمه أو كنيته إلا وكتبت صلى الله عليه وسلم. خريج المؤسسة دي العظيم إمام الأئمة سيدنا الشيخ الشعراوي، ما تقول لنا إمام سر الأسرار اللي عندك، إيه الحكاية؟ قال: لأني كنت لما أذكر اسم النبي باسمه أو لقبه أو كنيته أصلي عليه. طب ما احنا بنعمل كده. قال: لا، بس وأنا حينما أقرأ القرآن إذا ذكر عضو من أعضاء النبي لازم أصلي على العضو ده. قالوا له: إزاي يا سيدنا علمنا؟ قال: إذا ما قرأت قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، أقول: اللهم صلي على وجه سيدي رسول الله. فإذا ما قرأت قول الله تعالى أذن خير لهم، اللهم صلي على سيدتي أذن سيدي رسول الله. أي عضو يقرأ ويقرأه سيدنا الشيخ الشعراوي يخطب بالصلاة عليه، شفت الفتح والعطاء. ولذلك بأستاذنا بقى وبالشيخ بتاعنا في المحافظة اللي أنا فيها زي الشرقية، سيدنا الشيخ محمود أبو هاشم ندوان الهاشميات، أخذ بالقصيدة اللي بدأ بها أخونا لما قال سيدي محمود أبو هاشم: عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لم يوصف، جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا، والله لو تبدى العباقر كله في وصف أفضال له لن تعرفا، والله لو ما الاتحاد بجمعها كنا المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، يكفيه لقيا بالسماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا، يكفيه أن البدر يوصف نوره لكن نور المصطفى لن يوصفا. كل عام وأنتم بخير، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. شكر الله لكم.
الحمد لله رب العالمين على فضله ومنته التي لا توصف ولا تحصى. لقد من الله على المؤمنين بماذا؟ إذ بعث فيهم رسولا. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أرحب بالسادة الحضور جميعا وعلى رأسهم السيد الأستاذ الدكتور غاني سعيد عميد كلية الإعلام، وكفى بالإعلام إعلاما فهو الذي ترفع له أعلامه. كما أرحب بأستاذنا الأستاذ الدكتور الفاضل عبد السلام عزمي الذي أفاض علينا مما أفاء الله عليه من علومه ونحى بنا منحا حيث تبع وما أدراك من تبع. كما أرحب بالأستاذ الشيخ محروس رئيس لجنة الوعظ بالجمعية الشرعية، فمرحبا بكم جميعا ولا يفوتني أن أقدم خالص الشكر للسادة أعضاء تلك اللجنة الكريمة التي دأبت كل عام على أن تعلن احتفاءها بمولد سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهم ونحن وجميعكم ننتمي إلى ذلك كما سبق أن شبهت الهرم الأكبر في محبة النبي الأعظم سيدنا ومولانا الشيخ إبراهيم نياس عليه من الله رضوان. وفي الحقيقة مولانا الشيخ إبراهيم نياس حي معنا بذكراه، حي معنا بدواوينه، حي معنا بما علمنا إياه من محبة المحبوب الأعظم والسيد الأفخم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يفوتني أن أنقل إلى حضراتكم تحية من القلب إلى القلب من مولانا الشيخ الشريف مفتي نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسيني، وكم كان يود أن يشرف بالحضور بين أظهركم إلا أن عذر المرض قد حبسه ولله في خلقه شؤون، وما علينا إلا أن نرفع أكف الضراعة له لأن يلبسه الله ثوب العافية. أيها الإخوة الأحباب، جئنا اليوم لماذا؟ هل لنحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما يقول البعض نحيي ذكراه؟ كلا والله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احتفلت به أبناء السماء، وقد احتفل به من خلقه وسواه وأرسله وبعثه الله رب العالمين، وشهد له قائلا وإنك لعلى خلق عظيم. وأن لنا أن نحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل بداية رسول الله بالنسبة لنا ذكرى؟ لا والله، إننا نحيي أنفسنا بتذكره صلى الله عليه وسلم. أما الحقيقة الدامغة فهي جاءت في كتاب الله عز وجل: واعلموا أن فيكم
رسول الله. فرسول الله فينا دائما يشهد لذلك إذا راجعت التحيات التي تتلوها في كل يوم ما يقرب من 10 مرات على الأقل. تقول فيها التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك. وأنتم أهل اللغة، الكاف هنا لمن؟ للغائب أم للحاضر؟ إنها خطاب للحاضر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم نسعد برؤيته وإن لم نرقى لمشاهدته فهو حاضر دائما فينا وبيننا، إلا أننا قد قصرت نفوسنا إلا من رحم ربنا عن أن يجتمع به صلى الله عليه وسلم. وإلا فلنسمع إلى سيدي أبا الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول: نحن قوم لازلنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلمنا عليه تسليما بالمفعول المطلق الذي أمرنا الله به: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول سيدنا أبو الحسن: فقد سلمنا عليه يدا بيد. وقد تحقق هذا لكثير من أشياخنا، منهم سيدنا مولانا الشيخ إبراهيم النياز عليه من الله رضوانه. فيا أيها الإخوة الأحباب، وحتى لا أطيل عليه، فإن الحديث في الكلام المحمدي لا ولن يوفيه متحدث أو متكلم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد سيق إلي أن موضوع الاحتفال الرئيسي وهو النظام في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة لو أمعنا النظر لوجدنا أن النظام لم يقم إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو منذ أن كان رضيعا أرادت مرضعته سيدتنا حليمة السعدية أن تلقبه ثدييها، فأخذ واحدا وهو الأيمن ودرك الثدي الثاني لم يلتقمه نظاما منه وتركا لأخيه في الرضاعة، فذاك أول نظام صار عليه سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو كان لا يزال رضيعا. ثم نسير سريعا مع عجلات الزمان حتى يصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى سن 35، أي قبل البعثة ب5 سنوات، فيدخل بيت الله الحرام فيجد القوم قد اختلفوا وكادوا أن يقتل بعضهم بعضا، فيطرى على ماذا ولماذا؟ من منهم ينال شرف وضع الحجر الأسعد في مكانه؟ وأقول أسعد لأن ذاك هو وصفه الذي أنزله الله به، لأن كل من يمس هذا الحجر في قديم الأزل كان يسعد، ولكن انتقل وأصبح يسمى الحجر الأسود لما حمل من ذنوب الناس. فاللهم أسعدنا بمس حجرك الأسعد الذي أصبح الآن أسود. الشاهد في الحديث أنهم لما اختلفوا وقالوا أن يقتتلوا، من الذي يضع الحجر في موضعه؟ فإذا بمعلم النظام